السلام عليكم، اسمي نو القطاوي عبد الحفيظ، جماعة تجاه المواس تبع كليم تريوش. نشين المبادرة هي نستنفع الزيسة الصغار، نعر الحمد لله نعر الرجوع تفونت وقعش الرجوع يدي تسنمو هذي قاب بالبركة إنا غدي تاوي نمو الجماعة تاوي نمو ثمانية نستنفع الزيسة في الجاحن ده بزاف نعر من هي ذي مواد الناخ تشجع لنا ناخ ما كاش توارد قطاع بوبريثان وزعما ما نيرو خرج جوا تما استعاون خزيس بزاف انت كنشي ندير مواد الحمد لله الطفون تاع الصغار خاربين على ايوا نتشكى المحسنين الجماعيين غادي تسندم نعم انشتي ان شاء الله نهار ما نعرف شوي تعاود الزارع استاذ المليح بزاف كاش نشتي نتمنى ان شاء الله مانيا ديك كيما مو نتشكى الاخوان غادي يعاون صرف جوايه تنزور في داخل نفعنت نفعنت الاجيال دي كوان شي حاجه تصبحان ولكن تما اخي المشكل كوان وغنخش هذا اما الناقص ما جيش تيخش نشجوا الزغاث جوايب هو مان نجمت هذه شنا عبا عند سجريين وانا دي مشتوين واحد دي مشتوين انا سكيني قاش عدلي هذا لويزا من تعمل تنيتا؟ بسم الله الرحمن الرحيم تشكا مكاري هي تغطية كيل حدث نهارا بعد نش عبد الرفيع العدناني رئيس جمعية بيرماريف للزراعة المستدامة جمعية جديدة يلا نسيت مؤخرا بريوش تهتم سجن الموضوع في حق الجديد ديالي في النخ قناة الزراعة المستدامة المهم قام خيجن البرنامج برنامج التشجير كيف بدعم جن مؤسسة قناة ري فورست في هولندا تقري جن عملية تشجير سنوية في مناطق نعرف نهار انو ستة غاوينة في الجماعة نيا مواس يتجان تقوش 7 كيلومتر خكرونا نوز دانيتان ويدي مجموعة الأشجار في الجاح دانيتان سنويا تسند غاسن يعني تسد مؤسسة ري فورست تويد الاشجار دي في الجحن باش يعني تعاوني فين تزور الاشجار فينا مش تورا من وديت مختلف الانواع لان من بين تسمى المبادئ يخف يعني مبادئ الزراعه المستدامه هو التنوع سيني غات تفهم ديتا نعون ويد يعني تصل الانواع الاشجار اللي هي من طبيعه الحال اشجار مثمره ليس تراس اهداف اجتماعيه معيشيه للسكان باش يعني زيزنت يعيشن ثانيا غاس اهداف بيئيه اثمواث باش دائما تسمى يعني نعرفيني في الموضوع البيئه يعني ليس اهداف اجتماعيه وبيئيه في نفس الوقت شيك نخي خت نشني خي قيت عميه نخي قيت عميين ونيت غي قلا تير اثمواث ان شاء الله يا رب مش مرة دي نحكي وش ما يربع علاش لا السلام عليكم بين الاهداف تخدم الجمعيه بين الاهداف النغني الجمعيه حديثه الجمعيه غاس تمسكني غاس الشركه ريفورست لورونتا سبق ان كاين مجموعه من الانشطه هذا نروحوا نهار ما مشتورة ما كاخذ جماعتي جماوات من بين جماعتي كتبت نزيد العملية لأن ديجا جا غاخ العملية نقيتن اللي أقليم الحسيمة لوحيني مزرعة تماسيات إلى غير ذلك جا غاخ عاود تانيين ديال إقليم تازا ديال تيزي وسري ديال جماعة تيزي وسري نروحوا غاخذ ديال مسامنة ديال جرماوات ديال المناطق النغلي ناس ساكنة غنخطو موح إن شاء الله نوض 40 50 ألف شتلة نخ شجرة وزبوسة إلى حد الساعة يمكن أخذ شن 12 13 ألف كيف نستمر العملية تبدا الأسبوع الأخير ديال شهر عند جنبير شان 12 غتستمر ان شاء الله شان 3 حتى سي لابيغ ديال حمص ونزا لان حتى العمليه تزيد شويه ديال الظروف
كين شويه كسحنت شويه ماس الجفاف، لان حتى لو خل المناطق غنطفر غير المناطق اللي ديك العمليه نحاول ما امكن ترعى المشمل اللي يجي شويه شويه مامن موجود، لان هذه المناطق النغني وزما بغاس نتنح لان دين شويه الجفاف دين شويه ماس نتصل بدر ديح ما صوفه. السلام عليكم، الشيء اسمي لقاني موت عبد السلام، صدق هذيك جامعه واس جماعه اجامه واس اجامه واس اقلي اسقان عملت الدريوش طبيعي الدريوش هو نشد في الجحوه باهي تخرقت ديال النهار لا هو هذا خرق خشوه ولكن قاشت تما طز ما زد خدا يعني نسيت انا نكسي الشجره الزغات نكسي يجي المبادره نكسي الشجره نزوطنت يعني فانت تاخذ المليح واش قلت انا زيد ان شاء الله نستافد شويه نسري هو شويه نتجو شويه هما الزغات نزوط هو مليح مليح مشيت مليح مبادرة تصبح حانت نلقى رباقوق نلقى يعني ما نخشينا من الصفاجة نلقى الجوز نلقى غواثة نلقى يعني بنادم كيقابرن حاجة زعما تصبح حانت. يا نتشكاري بزاف لأن تواليت الطاس المسافة الطامقرة أنت كون تاخذ مساكين إوا نتمنى إن شاء الله الله يطول ذي العومة إن شاء الله ذيرينا ذي المستقبل أخ تفكا عند الجهة تنغيرا أخذ جماعة تجاه مواس. مليح فكا انا غداماني لان التصمو بعض. شنو يمكن لي وقت اخ تمسامان؟ تمسامان 10 كيلومتر زي الساعه تمسامان 10 كيلومتر نعم. شغاو انت معرا بريد شويه؟ واخا بريد بريدين زي شويه انت معرا بزاف وتجي الطاس بزاف روخا شي نتمنى بريدين نتمنى بريدين ان شاء الله نبدا نقارس هذه يعذر لان التاس نتغاخذي وذا نزيبارها وربدا سوا نخبريدين قالنا شمنا بريدي غاوة من تسند صحاب الخارج عاد نعم 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 تسند غاخذ صحاب الخارج تكون ذا ربدا قالنا زعما كني وغاهم ذا غاهم ذا غاهم ذا الجماعة ثمانية بريد وغاهم ذا شا كلشي كلشي بعذر كلشي كا ونتمنى ان شاء الله المسؤولين نتمنى ان شاء الله المسؤولين تفكن شوية العذر المانية كاروخا مانية ذاكرين بزاف Thank you.